عروة بن الورد العبسي أمير الصعاليك، شاعر من عبس من شعراء الجاهلية، وفارس من فرسانها، وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد. كان يسرق من الأغنياء ليطعم الفقراء ويحسن إليهم، وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهم معاش ولا مغزى. قال عروة بن الورد: أقلي علي اللوم يا ابنة منذري، ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري، ذريني ونفسي أم حسان إنني بها قبل أن لا أملك البيع مشتري. أحاديث تبقى والفتى غير خالد، إذا هو أمسى هامة تحت صيري. تجاوب أحجار الكناس وتشتكي إلى كل معروف تراه ومنكري. ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري. فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا، وهل عن ذاك من متأخري؟ وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظري. ولله صعلوك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر. وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر. فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجدري.